بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص وصلنا معكم الى هذه الفقره اقول إذا كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لازمة النتيجة جزئية هذا ما مر في المتن نستمر ما في شيء مثلا إذا صدق كل جيم ب هذه صغر القياس حملية معناه جيم داخل في دائرة ب بكامله هذا هو كل جيم باء لنا كلية كل مصادق جيم تندرج تحت باء باء هنا العنوان المحمول ثم الكبرى متصلة وكلما كان لا شيء من ألف باء فهذا لا شيء هنا خليها نفي للاستلزام ليس نفي للمقدم لا معنى لهذا الكلام لا شيء من ألف باء هذا يعني ما فيه تلازم تكويني بين ألف باء وبين هذا لماذا ينتج جزئية قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فهذا طبعا الحد الأوسط يختفي الحد الأوسط يختفي عندنا جيم مندرج تحت باء وألف مندرج تحت باء يعني جيم داخل تحت باء وألف داخل تحت باء هنا يحتمل احتمال احتمالين جيم يساوي ألف كما هي هي الدائرة يحتمل أن يكون مباين داخل باء يعني باء دائرة كبيرة فيه دائرة هي جيم وفي دائرة ألف بيننا بين جيم وألف مثلا الإنسان داخل في الحيوان كل مصادق الانسان حيوان وكل مصادق الاسد حيوان والتباين بين الانسان والحيوان في ضمن التباين بين الانسان والاسد في ضمن الحيوان معقول هذا اذا احتمال التماهي يعني الف يساوي جيم احتمال التباين احتمال التقاطع فانت تبني على ماذا على التقاطع تقاطع يعني جزئيه يعني بعض الف يكون جيم وبعض ألف لا يكون جيم فينسجم جيم مع ألف في مقطعين مقطعين يعني جزئية هذا هو فلسفة هذا القياس ينتج قد يكون قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فهذا هذا جيم ألف يعني تلك الدائرة التي تقاطع فيها جيم مع ألف فهذا يعني لا تستلزم هذا من ماذا؟ من باء باب هو السبب سبب لأنه يصدق كلما كان لا شيء من ألف باء نعم لا شيء من ألف باء فكل جيم باء نعم لا شيء من ألف باء فكل جيم باء كل جيم باء لأن جيم مندرج تحت باء ولا شيء من ألف باء ولا شيء من ألف باء ولا شيء من الف باء فلا شيء من جيم 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 الف لان باء يختفي نعم لا شيء من الف باء فكل جيم باء نعم ولا شيء من الف باء ولا فلا شيء من جيم الف فهي النتيجه هذه يصدق لا شيء من الف باء نعم الف باء لا تولد التالي هذا فكل جيم صادقة لأن هذه جيم مندرج تحت ولا شيء من ألف باء لا شيء من ألف باء وكل ما كان لا شيء من ألف باء نعم لا شيء من ألف باء يعني ألف باء مرفوع لا شيء من ألف باء مرفوع فكل جيم باء حقيقي صادق في نفس الأمر ولا شيء من ألف باء مرفوع فلا شيء من جيم ألف لا شيء من جيم ألف. نعم فلا شيء من جيم ألف لأن جيم يجره باء. نعم. الحد الأوسط ينتج كلما كان لا شيء من ألف باء. يعني إذا رفع المقدم فكل جيم باء. لأن هذه صادقة في دائرة الحملية. ولا شيء من ألف باء. ولا شيء من ألف باء وفقا للحد الأوسط. نعم. يعني.. لا شيء من ألف باء لأنه في الـ ما عنده علاقة بالحد الأوسط لأن الكبرى في القياس فكلما كان لا شيء من ألف باء فهزين يعني ألف باء مرفوع نعم أما صدق كل جيم باء فلصدقه في نفس الأمر في القضية الحملية بنينا على صدقها وأما صدق لا شيء من ألف فظاهر لأنه هو المقدم مرفوع نعم فيرفع ما يجمع بينهما الحد الأوسط ب ما هو جيم ألف فتقول فلا شيء من جيم ألف واضحة جدا وكلما صدق كل جيم ب في نفس الأمر وهذه الحملية يعني جيم يندرج تحت ب ولا شيء من ألف رفع المقدم لأن الكبرى القياس تقول وكلما كان لا شيء من ألف ب يعني أنت رفعت المقدم نعم فلا شيء من جيم باء نعم فلا شيء من جيم الف لأنه أنا أحيانا أنطق في في النطق فأنتم صححوني وكلما صدق كل جيم باء من أين؟ من الحملية الحملية صادقة ولا شيء من الف باء من أين؟ من رفع المقدم فلا شيء من جيم الف من أين؟ من الحد الأوسط لأن يعني الحد الأوسط هو الذي جمع بين جيم وألف الحد الأوسط ما هو ب يختفي في النتيجة ينتج ما هو كلما كان لا شيء من من ألف ب يعني كلما رفع المقدم فلا شيء من جيم ألف رفع التالي في النتيجة وينعكس لا شيء ينعكس لا شيء كلما كان لا شيء من ألف ب فلا شيء من جيم ألف وينعكس قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فلا شيء من ألف باء نعم تنعكس جزئية لا شيء من ألف باء فلا شيء من جيم ألف وينعكس قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فلا شيء من باء لماذا؟ لأن جيم ألف قد يكون عام التالي قد يكون عام ونضمه إلى الكبرى سينتج المطلوب لا شيء من جيم أ فلا شيء من ألف باء الكبرى ما هي؟ وكلما كان لا شيء من ألف باء فهذا احذف ألف باء نعم تاتيك النتيجة نعم نعم النتيجة ما هي؟ آه لأنها آه صغرى تقول لا قد هي موجودة، قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فهذا. نعم فينتج المطلوب اكتب هكذا، قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف فهذا، لأن الباء حد الأوسط يختفي أو ألف باء يختفي. نعم فينتج المطلوب، فها هنا مقدم المتصلة مع الحملية. نعم مقدم المتصلة في الكبرى ما هو آه لا شيء من ألف باء، يعني ألف لا شيء من ألف باء. مع الحمل ينتج مقدم النتيجة مقدم النتيجة ما هو لا شيء من جيم ألف كليا موجبا كليا موجبا وينعكس جزئيا موجبا فمن ثم كانت النتيجة جزئية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية تنعكس جزء لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية انظر هنا نعيد التطبيق حتى نفهم العكس وكلما صدق كل جيم باء واضح هذه في الحمليه بنينا على صدقه ولا شيء من الف رفع المقدم نعم اذا انظر ولا شيء من, من الف باء يعني رفع المقدم وليس رفع الاس تلزام نعم فالقضيه تكون موجبه فلا شيء من جيم الف لغياب حد الاوسط باء ينتج كلما كان لا شيء من الف باء يعني كلما رفع الف باء فيرفع جيم الف فلا شيء من جيم الف يعني هذه موجبة كلية ينعكس موجبة جزئية لأن كل إنسان حيوان ينعكس بعض الحيوان إنسان قد يكون إذا كان لا شيء من جيم ألف يعني إذا رفع جزئي جيم ألف فيرفع بتبعه ألف باء ونضمه إلى الكبرى الكبرى ما هي وكلما كان لا شيء من ألف فهذا فيأتي من الشكل الأول ألف باء يحذف تأتي النتيجة لا شيء من جيم ألف بهذا نعم ونضمه إلى الكمرة فينتج المطلوب فها هنا مقدم المتصلة مقدم المتصلة لا شيء من ألف باء مع الحملية كل جيم باء ينتج مقدم النتيجة مقدم النتيجة ما هي لا لا شيء من لا شيء من جيم ألف كلية موجبة وينعكس جزئين موجبا إن الكلية العكس موج جزئية فمن ثم كانت النتيجه جزئية لان تعليل لان الموجبه الكليه لا تنعكس كلية اذا لا شيء ليس هو نفي للاستلزام وانما هو نفي للمقدم. ولهذا اللغه الطبيعيه مضلله. نعم اذا بنينا على رفع الاستلزام يعني لا شيء هو نفي الاستلزام. استلزام المقدم للتالي قضيه سالبه. كليه سالبه او سالبه كليه. اذا قلنا لا لا شيء هنا رفع للمقدم. رفع المقدم فقط. نعم. فتكون القضية كلية تنعكس موجبة جزئية، نعم. قال وقس الاتفاقية على اللزومية، الاتفاقية التي ليس بين بين المقدم والتالي لزوم تكويني. وعليك تفصيل الظروف فإنها تزيد على ظروف العملية. أقول حكم الاتفاقية في ذلك حكم اللزومية. فقط فقط يبقى الربط بين المقدم والتالي ليس في ذات العلية والمعلولية وليس في ذات التضايف خارج العلية والمعلولية وخارج التضايف نعم فحكم الاتفاقية في ذلك حكم اللزوم لا فرق لأن المسألة صورية وليست علاقة بالمادة فإن إذا قلنا كل ما كان ألف باء فكل جيم فكلما ما كان ألف باء فكل جيم يعني دخول الف بدار الوجود يصاحبه جمدل ولا علاقة بينهما علية ومعلولية، لا هذا عله لذاك ولا ذاك معلول لذاك ولا آه معلولا لعلة ثالثة ولا بينهما التضايف، هذا هو الاتفاق. نعم، كل له سبب الخاص تصاحب في الوجود فقط. نعم، كلما كان الف ب يعني هذا المقدم نعم يصاحبه جمدل ليس المصاحبة العلية والمعلولية يعني المقدم ألف باء لا يولد جيم دال هذا هو الاتفاق اتفاقي وكل دالها دالها يعني قضية حملية صادقة يعني دائرة الدال تندرج تحت دائرة أعم وهيها أنتج هنا الحد الأصل دال يقع في تالي الصغرى التي هي شرطية اتفاقية شرطية اتصالية اتفاقية فيختفي الدال نعم أنتج ماذا؟ كل ما كان ألف باء فكل جيمها إلى أنه في دائرة الاتفاقية أنت تحذف الحد الأوسط نعم اتفاقية لصدق التالي نعم لصدق التالي والحملية معا على تقدير صدق المقدم نعم نعم الـ في القياس اللي فيه شرطي الملك هو الاستلزام وليس صحة المقدم وصحة التالي هذه قاعدة بيناها نعم لصدق التالي صدق التالي هو جيم دال والحملية صادقة أيضا كل دام دالها نعم على تقدير صدق المقدم يعني على تقدير صدق ألف باء نعم لأن المصاحبة تكون مع باء مع ألف باء ليس مع غيره وهما يستلزمان النتيجة المذكورة استلزام غير العلي والمعلولي استلزام موجود لكن استلزام تصاحبي لكنها هنا أظهر لوجوب صدق التالي والحملية على تقدير مقدم المتصلة على تقدير مقدم المتصلة يعني على تقدير صدق مقدم المتصلة وفي اللزومية يرد الإشكال الذي ذكره المتأخرون يرد أو يرد الفاعل الإشكال الذي ذكره المتأخرون بخلاف الاتفاقية الإشكال مرة علينا في صفحة 234 بهذه الطبعة وعليك باستخراج الظروف في كل شكل وهي على ظروف الحملية فإن ظروفها أربعة أربعة أضعاف ظروف الحملية لجواز كون المتصلة كلية وجزئية وموجبة وسالبة يعني في الشكل الأول أربعة في هنا تكون اكثر من اربعة، الشكل الثاني اربعة، هنا تكون اكثر من اربعة، الشكل الثالث ستة، تكون هنا اكثر من ستة، الشكل الرابع، الرابع لا ادري كان اربعة او اكثر تكون مضاعفة، القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة، هنا شوية تعقيد لأن الانفصال ما تعرف أنت مقدم وتالي، ما في مقدم وتالي لأن المسألة وضعية وليست طبيعية. قال وثانيهما من حمليه ومنفصله وهي ايضا اربعه اصناف لان الحمليه تكون اما صغرى وكبرى اثنان والاشتراك اما مع احد جزئي المنفصله او معهما يعني الاربعه اثنين في اثنين اربعه اقول هذا هو القسم الخامس وهو المؤلف من الحمليه والمنفصله واقسامه اربعه لان الحمليه اما ان تقع صغرى وكبرى وعلى كلا التقديرين فالشركه في الحد الاوسط اما مع احد جزئي المنفصله او معها معا اما تشارك الحمليه الشرطيه المنفصله في جزء او في كل مثال القسم الاول في الجزء كل جيم ب حملية معناها واضح اندراج تمام جيم تحت ب ودائما كلية إما كل ألف ب أو هذا شرط يعني مترددة مو مترددة معاندة باء وألف إذا كنا في الحملية عناد تواجد ورفع لا يجتمعان ولا يرتفعان إذا كنا في مانعة الجمع العناد في الوجود إذا كنا في في مانعة الغلو العناد في الارتفاع نعم واضحة جدا مع تجربة تصير عندك هذه الأقسام الثلاثة الحقيقية منعة الجمع مانعة الخلو سيالة وبأريحية تطبقها على كل الأقيسة ينتج هنا لاحظ أنت با محمول في الكبرى الكبرى الحملية وجوز من مقدم المقدم ما فيه جوز في المنفصلة ينتج دائماً نعم إما كل جيم ألف أو هذا با يختفي لامتناع خلو الواقع عن أجزاء المنفصلة لخلو الواقع من أجزاء المنفصلة هذا تحتاج إلى تفسير في الحقيقية نعم الحقيقية يجب أن يكون هناك واحد اثنان لا لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني بالضرورة هناك واحد في مانعة الجمع يكون واحد هناك لا يكون الاثنين يمكن يرتفع نعم مانعة الخلو يجب أن يكون هناك واحد نعم لامتناع خلو الواقع عن أجزاء المنفصلة والحملية المستلزمة للنتيجة وأحد أجزاء المنفصلة الذي هو باء الحد الأوسط الذي لا اشتراك فيه أو تقول باء أو تقول ألف نعم هذا بالنسبة إلى الجزء بالنسبة إلى الكل مثال ثاني كل جيم باء حملية صادقة ودائما كلية إما كل باء ألف أو كل باها لاحظت هنا شركة شركة سريانية يعني باء موجود في الحملية موجود في المقدم موجود في التالي ينتج دائما إما كل جيم ألف. أو كل جيم ها. نعم يعني جيم تعانق ألف ببركة باء الذي يخ... يختفي وجيم تعانق ها ببركة باء الذي يختفي لأنه أوسط لامتناع خلو الواقع عن الحملية لنصادقة صادقة وأجزاء المنفصلة المستلزمة للنتيجة نعم يجب أن يكون في المتصلة شيء وإلى لا معنى لنفس الأمر ولا معنى للقياس نعم مثال الثالث دائما إما كل جيم باء أو كل دال ألف وكل باء آه وكل باء هذه الحملية دائما إما كل جيم باء أو كل دال ألف هذه المنفصلة وكل باء هذه الحملية نعم المفروض بدار هذه الأقواس آه القوس يأتي بعد الدال ألف ثم وكل باء يعملها بين قوسين ليس هكذا يعني التحقيق خطا انظر دائما يعني القوس هنا او قوسين دائما اما كل جيم باء او كل دال الف اغلق القوس يا شيخ بدار ثم وك و تحل القوس او القوسين كل باء الف تغلق القوس يعني كل باء حمليه خارجه عن المتصله جيد ينتج دائما اما كل جيم ها اما كل دال الف لغياب باء الحد الاوسط نعم دائما اما كل جيم ها نعم للحد الاوسط او كل دال الف مثال الرابع دائما اما كل جيم باء او كل جيم او كل دائما اما كل جيم باء او كل دال باء وكل باء الف هذه الحمليه ما هو الحد الأوسط ينتج دائما إما كل جيم ألف أو كل جيم أو كل دال ألف سهلة جدا كنت أتصور أن المنفصلة هي مشوشة أكثر قال ويجب كون المنفصلة موجبة غير مانعة الجمع فقط غير مانعة الجمع فقط لماذا لأن مانعة الجمع قد يخلو الواقع من الطرفين لا يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان يجب أن يكون شيء في نفس الأمر يسانخ الكبرى كبرى الحملية أو صغرى الحملية لا فرق يسانخ الحملية في جزء منها والحد الأوسط تسامحان نعم هذا الشرط ضروري لماذا؟ لأن مانعة الجمع قد يخلو الوجود من شيء اصلا ما في لا طرف الاول ولا طرف الثاني فالحمليه التي هي صادقه لا تجد مع من تسانخ نعم الحد الاوسط لا يعطيها شيء يجد الفراغ ولهذا يقول ويجب كون المنفصلات موجبه غير مانعه الجمع فقط وتكون النتائج منفصلات مانعه الخلو يعني على الاقل في شيء في الوجود مشتملة على أجزاء أجزاء بعضها أو جميعها نتائج الحملية مع الأجزاء المشاركة لها في المنفصلة نعم أقول يجب أن تكون تكون المنفصلة المستعملتها هنا إما حقيقية أو مانعة الخلو وأن تكون موجبة نعم لأن بينا أن الإنتاج موقوف على اجتماع الجزء المشارك للحملية من المنفصلة مع الحملية على الصدق يعني في تواجد اما مانعة الجمع لا تؤمن ذلك، لماذا؟ مانعة الجمع يمكن ان يخلو الواقع من الطرفين لا يجتمع ويمكن ان يرتفع. نعم. وهو انما يتحقق اذا كانت المنفصله موجبه يعني ليست بينونه حد الاوسط يجمع ولا يفرق مانعه الخلو او حقيقيه لأن مانعة الخلود تقول يجب أن يكون هناك طرف، الاثنين نعم. مانعة الخلود تقول طرف يجب أن يكون، واحد فقط. إذا الكينونة موجودة، إذا الحد الأوسط يؤدي وظيفته يجمع بين الحملية فاصلة مانعة الجمع لا تؤدي هذه الوظيفة لأنها تعليل، لأنها لو كانت سالبة أو موجب مانعة الجمع لم يجب الاجتماع المذكور على الصدق الحد الأوسط لا يجد ما يجمعه مع الحملية نعم وقد تبين مما ذكرنا أن النتائج في الأقسام الأربعة منفصلات مانعة الخلو طبعا مشتمل مش مشتملة على أجزاء إما بعضها نتائج الحمليات والأجزاء المشاركة لها من المنفصلة وبعضها الآخر الأجزاء الباقية من المنفصلة وهو أن تكون شركة مع أحد أجزاء الانفصال لا مع كلها نعم وأما جميعها نتائج الحمليات مع الأجزاء المشاركة في من المنفصلة وهو أن تكون شركة مع جميع أجزاء المنفصلة يعني الحد الأوسط يتكرر في كل مفاصل القياس في الحملية في المقدم وفي التالي هذا هو معنى وأما جميعها نتائج الحمليات مع أجزاء المشاركة مشاركة لها من المنفصلات وهو أن تكون الشركة يعني الحد الأوسط سيال موجود في الحملية موجود في المقدم موجود في التالي كما في هذا القسم دائما إما كل جيمبا أو كل دالبا أو كل باء نعم أن تكون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة تم المطلب القياس المقسم خلوه الى الحصه الاتيه لانه راس المطلب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وادب